بالرغم من مسؤولياتي والمهام اللي أنا مكلف فيها، عم خلي شغلي من البيت حد عائلتي حد أولادي، كرمال لقادر يكون أنا محافظ على الجو اللي نحن لازم نكون فيه، كرمال لما أنقل العدوى لغيري إذا في حال أنا منصاب فيها. بطلب منكم ومن كل واحد يقعد ببيته، يقعد حتى عائلته، يلتزم بقرار الدولة إنه نقعد ببيوتنا وما نتجول وما نعمل تجمعات، كرمالنا وكرمال أولادنا وحبائنا وعيالنا، خليك بالبيت.